بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الدرس من دروس مادة أصول الفقه في هذه الدورة الشرعية، وفي الأسبوع الثاني تحديد في مادة قواعد الفقه، وما زلنا مع القواعد الفقهية الكلية الخمسة. كنا في الدرس الماضي في المحاضرة السابقة قد تناولنا بالشرح مقدمة حول القواعد الفقهية ونشأتها، وتطرقنا لتعريف القواعد الفقهية وفائدتها لطالب العلم، وتناولنا قواعد الفقهية الخمسة إجمالا، وشرحنا القاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها، وقلنا أن القواعد الفقهية هي أحكام كلية أو أغلبية تندرج تحتها جزئيات كثيرة من أبواب متفرقة، وهي تختلف على الضابط. الضابط الفقهي هو ما يشمل باب واحد من أبواب الفقه، أما القواعد الفقهية فيندرج تحتها أكثر أو كل الأبواب الفقهية. فالأمور بمقاصدها تجدها في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في البيوع، في الطلاق، في الجهاد، في القضاء، في أغلب أبواب أو في كل أبواب الفقه. أما الضابط فيكون مختص بباب معين، كقولهم الماء طاهر لا ينجسه شيء، أو نقول الأصل في الأبطاع التحريم، هذا خاص في باب كتاب النكاح، لا يدخل معنا في الصلاة وفي الطهارة وفي غيرها. ذكرنا بعد ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، وأن هذه القاعدة تدخل في معظم أبواب الفقه، بل لا تكاد تجد باب من أبواب الفقه إلا وهذه القاعدة لها نصيب كبير في الحكم على مسائله التي تندرج تحتها. وإن قلنا أن النية من فوائد النية أو من ثمرات النية أنها تميز العبادة عن العادة، وتميز بين العبادات فيما بينها، وأنها كذلك إيش؟ تنقل العادة إلى عبادة. وذكرنا أن شروط النية 4 شروط، ما هي؟ إسلام، تمييز. ما معنى التمييز؟ العاقل وغير العاقل، المجنون والصبي الذي لا يميز، والمغمى عليه، والسكران، لأن السكران لو صلى هل تقبل صلاته؟ وإذا طلق زوجته؟ خلاف. وطبقنا القاعدة أن هذا الغير عاقل لا تترتب على ألفاظه وأفعاله آثار شرعية، فنقول ببطلان آثار التي تترتب على أقواله وأفعاله. وبعض العلماء الذي قال بوقوع الطلاق من باب العقوبة، ولكن نقول العقوبة لازم أن تكون بدليل شرعي،
نص، العقوبة تكون بدليل شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى حمزة وجده قد أثمل عندما بقر ناقتي، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يؤنبه على فعل هذا، فقال: ما أنتم إلا عبيد لأبي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثملان سكران، فرجع وتركه. وهذا الكلام لو كان تترتب عليه الأثار الشرعية إيش؟ ليخرج به الإنسان من الإسلام. فدل ذلك على أن الذي لا يميز سواء كان المغمى عليه أو النائم أو الصبي لا تترتب عليه الأثار الشرعية. طيب الثالث، العلم بالمنوي، وهنا لا ينفع التردد. العلم بالمنوي أي أنك تعلم هذه العبادة هي شروطها وأركانها، لا تقدم على الصلاة وأنت لا تعرف أركان الصلاة. هل يصح منك أن تقول وصل الآن لو واحد أسلم جديدا وأراد أن يصلي الظهر ولا يعرف هو الظهر لا أربع ولا خمسة، مجرد ما يقول الصلاة هل يقبل منه؟ لا يقبل، لأنه لا يعرف ماذا سيفعل. فإذا كان في وقت للتعلم فيجب عليه أن يتعلم كالحج. الحج فيه وقت، ممكن تذهب إلى مكة وتتعلم وتسأل، تدخل في المنوي ثم، لكن الصلاة إذا دخلت قلت الله أكبر ما يمديك، ما في وقت أن تتعلم فروض الصلاة وأن بعد تكبيرة الإحرام يكون قبل. فهذا قال العلماء من شروط صحة النية أن تعلم العبادة التي تريد أن تفعلها. كذلك انتفاء المنافي، شنو هو المنافي؟ إيش هو المنافي؟ تردد أو قطع النية. فلو إنسان نوى أن يقطع الصلاة وهو في الصلاة بطلت صلاته، بطلت صلاته. كذلك إن نوى قطع الصيام، قطع الصيام قطع صيامه. وإن لم يأكل أو يشرب أو يجامع، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى قطع صيامه وصلاته أو غير ذلك. طيب بعد ذلك ذكرنا قواعد متفرعة عن النية. قلنا العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كمن باع سلعة بعوض لكن بلفظ الهبة فإنما هو عقد بيع لا عقد هبة. وأخذنا ذلك لأن المقصد من الفعل هذا والمعاملة هي البيع وليس الهبة. ثم ذكرنا من تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه. وهذه دليل هيش لا يرث القاتل، لا يرث قاتل، فالشرع منع القاتل من الإرث حتى ولو كان خطأ. نعم بعض العلماء يرى حتى هذا حتى الخطأ، لكن الصحيح أنه الخطأ. كذلك الموصى إليه، إذا قتل الموصي إيش يحرم من ذلك. كذلك الذي يطلق زوجته في مرض الموت هل يقع؟ بالقاعدة يعامل بنقيض قصده، لأن في حالة المرض ما وجد يطلقها إلا لما خلاص جاءت الموت، يعني هذا في قصد قرينة أنه يريد الفرار من الإرث. الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام، كالسفر له حكم ما قصد به، يعني إن كان المقصد شرعي فالوسيلة تكون شرعية ترتب عليها أثارها الشرعية. فلو سافر
ليقصر الصلاة أو ليفطر. هو سافر، الجو حر، يسافر باش إيش؟ يفطر ويفطر. هل يقبل منه هذا؟ فهنا الوسائل، هو استخدم السفر وسيلة، هو لا يريد السفر، هو أراد أن يفر. أو جاء مثلا عنده 40 شاه وغدوة الحول، مر عليهم سنة، شيء اليوم باع شات باش يولد 39. هو استخدم البيع وسيلة للهروب. أو ممكن ندخلها حتى في القاعدة اللي قبلها. كيف؟ شو السؤال؟ ماذا تسأل؟ إيه؟ قصدي السفر اللي سفر في حد ذاته والإفطار عليه ما جائز، ما فيش شيء. هو استخدمه وسيلة، قلنا إيش قاعدة تقول؟ الآن دقيقة، الآن اللي طلق زوجته في مرض الموت يجوز له بيده العصمة، يستطيع. هو الآن استخدم هذا، المقصود الاتيان برخصة شرعية جائزة. هو الآن أنت تقصد أنه سافر لإصابة رخصة، لينطبق عليه شرط الرخصة جائزة، لكن طلق امرأة ظلما ليخرجها من ميراثها ظلما وعدوانا، ما فيش وجه القياس. لا لا، الآن لو هو الإنسان هذا اللي طلق زوجته في مرض الموت، هو يباح له. الآن بعض الناس قد نقول إحنا بالمقصد أنه لا، مش قضية ظلم، مش قضية أنه يريد أن يظلمه. قد الإنسان هو مرض، حتى إرادة الطلاق كانت قبل المرض، فإن ناسبت وإن طلقها في المرض، يعني قد يكون منتفي الظلم، هذا منتفي في عنده القصد، لأن هي النية إيش داخل القلب ما يطلع عليها الإنسان، لكن هو بالقارينة، إن العلماء يحكمون بالقارينة، يعني هو تأجيله للطلاق إلا في مرض الموت، هذا قالوا احتمال الظلم هذا، لكن قد يكون لا يحتمل، مع هذا عملوا بنقيض قصدي. لكن المسافر هذا الذي مثلا، المسافر الآن نقول هو سافر لأن ينال الرخصة، لأن ينال رخصة الإفطار. هو صح يجوز له الآن بحكم أن المسافر يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، لكن فراره هنا من الفريضة للفطر، فراره يعني ما استخدمش الرخصة هنا، لأنه حيلة، يعني هي قريبة، ممكن قريبة من الذي الله سبحانه وتعالى نهاهم عن الصيد يوم السبت، والصيد حلال، ووضعوا الشباك يوم السبت وأخذوا السمك يوم الأحد، وضعوها هم يوم الجمعة والسبت لا يثبتون، فالسمك كان يأتي يوم السبت، فهم امتثلوا الأمر أنهم ما اصطادوا السبت، ولكن أخذوا الشباك متى؟ الأحد، فلعنهم الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل، لأنهم احتالوا على الفريضة الشرعية، على الأمر الشرعي. فقد لها وجه تقول إنه هو فراره من الصيام، فرار مؤقت من الدم حياة طويلة، مش في قاعدة لدفع درجة الحرم. الفرض في الشهر نفسه مؤقت، هو ما دام باقي عليه الفريضة، لكن نقول لا، هو توا لا، هذا لو سافر الآن للمعصية، متى مش بيحضر الكريسماس، جاء رمضان في كريسماس سافر باش يحضر. قال بعض العلماء هنا لا يجوز له لا قصر الصلاة ولا الجمع ولا الإفطار، لأن السفر معصية، هو أراد أن يسافر لمعصية، فهنا منعه من ذلك. طيب، بعد ذلك ذكرنا يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يعني المقصد الوسائل لها أحكام المقاصد، ولكن في قاعدة تندرج تحتها أن المقاصد الوسائل يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ك
مثل ماذا؟ النظر للمخطوبة. فالأصل في النظر للنساء لا يجوز، ولكن هنا لأنها وسيلة، هذا ليش؟ وسيلة ليش؟ لتحقيق مقصد شرعي وهو العفاف، النكاح، فرخص الشارع فيها. ليس النية المقصود هو التلذذ بالنظر إلى المرأة، وإنما هو لإبرام عقد النكاح. من يأتي بمثال آخر يخفف في الوسائل، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ها، من يعطيني مثال آخر؟ أخوي لا في الحرب. تمام، الأصل ها؟ الأصل حرم. الأصل الخيلاء حرام. أكل الميت يا شيخ. لكن في الحرب أجيزت وسيلة. ليش؟ ليش في الحرب أجيزت؟ إرهاب العدو، ويعني حرب نفسية، كسر معنويات العدو. ها، مثال آخر. دقيقة. ها، جنبوه السواد. قال حرب حتى يعرف انهم شباب. في الحرب تقصد؟ نعم. ها، يدخل الاماكن المشبوهه. وين اللي تكلم؟ ها، يدخل الاماكن المشبوهه. ايه، قلنا الدخول مثلا دليلها. لو واحد قال لك جيب لي الدليل، انا القواعد الفقهيه ما نقتنعش بها، جيب لي دليل كتاب والسنه. هذا الاخ اللي قال يجوز دخول اماكن المنكر، هو تقدر تجيب دليل؟ من يستطيع أن يسعفه؟ تم نذوك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، دار الندوة. هذه قبل الدعوة ولا بعد الدعوة؟ هذه بداية الدعوة، كان يدخل فيها مشتكين. كان يدعو في مكة، يدعو في العام، لكن تدخل مكان يباع يشرب فيه الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مكان انك تجلس على الطاوله فيها الخمر او تدخل مكان فيه. مش كانوا يطوفون يعصى الله سبحانه وتعالى، يطوفون بجراحه يا سعود على هذا شيء عام، لانك قدامك لا تستطيع انك تقدم عليه انت شيء، وانك هذا شيء موجود غصبا عنك. زي لما مثل الغناء كان في مكه، وانت مار تسمع في الغناء في الاسواق، الان تسمع الغناء ما ليش عليك حرج، لكن انت تتقصد تمشي تدخل الديسكو هذا اللي فيه الرقيص والشطيح والسكير، تدخل دليل. شن دليلك؟ منكر. ها، وين الدليل؟ دليل هو قرأ عليهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما انا اريد انك تدخل مكان فيه منكر. قال لك تدخل انت بارات في اوروبا وتجي تدعوهم الاسلام، ويطلع في ناس، تطلع يجيك واحد يقول لك لا يجوز انك تدخل ترتاد الاماكن المشبوهه والتي يعصى الله فيها. مصلحه تقصد بها الدليل. ها، عجزتم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لابن صياد الذي كان يدعي انه مسيح الدجال، قال له خبئت، لست بالخب، والخب يخدعون. ابن حجر علق على الآية، هذا يجوز الذهاب لأماكن التي فيها، هذا ادعى الدجال، هذا وادعى أنه المسيح الدجال، مع هذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحجة ويدعوه إلى الحق. فهذه يعني تدخل وسيلة لدعوة، اللي هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقاس عليها مثلا الخروج في إيش؟ في وسائل الإعلام المختلفة، إذا كان يترتب عليها مصالح، وسنزيد بيان هذه في مقاصد الشريعة. طيب، مش دعارة، نقصد مثلا الأماكن اللي هي فيها يباع الخمر والديسكوات هذه. ها؟ طيب كيف؟ بعيدة في المقارنة بها. كيف بعيدة؟ يعني كاستدلال فيها أن هي ما لا يذكر، بعيدة شوية. النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى المشركين، يعني أمور واضحة. مشاله في مكانه، كان يعني يمارس الدجل في هذا المكان. زي الآن أنت تذهب إلى ساحر أو كاهن، قالوا
هل يجوز أن تذهب إلى الساحر أو الكاهن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر. إذن الأصل في المسألة التحريم، لكن لو أحد الناس ذهب وجد الناس زرافات وطوابير على هذا الدجال وأراد أن يفضح هذا الدجال وذهب له في بيتي الذي يمارس فيه الدجل ويضحك فيه على عقول الناس، فأقام عليه الحجة ودعاه وأنكر عليه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا بنص الحديث، هذا وهذا ذكر ابن حجر هذا الفعل. فالأصل لا يجوز، لكن حتى قالوا هل إذا في دعوة الزفاف، كثير من الأسئلة توجه إلى العلماء، هل يجوز حضور عرس ولائم العرس التي فيها المنكر زي حفلاتنا اليوم في الصلاة؟ تواجهون هذا السؤال، يسأل الناس كثير هل يجوز لي أن أذهب إلى عرس بن خالتي ولد خالتي بنت عمتي في الصالة، والصالة هذه فيها منكر؟ فتجد المشايخ يفتون إذا كان من باب إقامة يعني دعوتهم إلى الخير ونهيهم عن المنكر فيجوز، أما إذا كان تمشي وتسكت فأنت شريك لهم، فأنت شريك لهم. فهنا الوسائل نقول نية الشخص ومقصده والوسيلة التي استخدمها، فإن كانت تدعو إلى خير وتنهى عن المنكر فيرخص فيها ما لا يرخص في قضية المقاصد. طيب، بعد ذلك ذكرنا إذا اتحد الأمران جنسا ومقصد دخل أحدهما في الآخر كالغسل الواحد بنيات متعددة، الأصغر يدخل في الأكبر، فلو نوى غسل الجمعة تحت غسل الجنابة يجوز، وإذا هو اغتسل الجنابة وفي نفس الوقت نوى الوضوء طهارة الصلاة أقل، لكن لو بالعكس لا، لو بالعكس لا. كان الأمرين واجب في الواحد يرى وجوب غسل الجنابة. إذا اتحدا جنسا قلنا ومقصدا يجوز، في المقصد والجنس إذا اتحدا جنسا ومقصدا، غسل ما يجيش غسل وصيام، جنس غسل ومقصدا هي الطهارة في هذا وهذا جاز. لا ما يؤمر، خلاص إذا خلاص إذا هي النية واحدة ما دام الجنس والمقصد واحد، جعلوا ضابط لها ذكرها العز بن عبد السلام فيه، إذا كان المقصد والجنس واحد خلاص يكفي بالنية هذه أنه ينوي الاثنين. زي لو أنت لما تدخل تصلي الآن الظهر ودخلت المسجد تسقط عنك تحية المسجد، فلو نويتها معها تأخذ أجرين، تأخذ الأجرين. طيب، فيها نية بعض العلماء يقول نية المرء أبلغ من عمله، ليس مذكورا، نيته أبلغ من عمل. ذكروا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد لكانوا معكم، خلفهم العذر. طيب، فهذا دليل على أن الإنسان قد يبلغ بالنية ما لا يبلغه بالعمل. قلنا النية قد تكون أبلغ، نية المرء أبلغ من عمله إذا وافقت عملا صحيحا لنص هذا الحديث. طيب، ممكن نذكر زي الرجل الذي قتل 99 نفسا بنيته، نيته كانت أبلغ من عمله، فنال إيش؟ مغفرة الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم في قضية النية، عكسها إذا كانت النية غير واردة
فقد يعاقب الإنسان عليها. وأنت من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو إيش؟ مات على شعبة من النفاق. فالنية المجردة فيها فضل، نية بس مجردة، فيتحقق بمجرد النية هذه أنه يخرج من النفاق، فلو جاهد ما زال أفضل. فالنية هنا والعزم الصادق عليه أن متى تيسرت أسباب الجهاد جاهد، فهذا قد ينال بها إيش؟ الشهادة. من طلب الشهادة صادقا نعطيها ولو على فراش الموت. رب قتيل بين الصفين أعلم الله أعلم بنيته. فالنية هنا لها دور كبير في الثواب وتحقق الجزاء. حتى أنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: من أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها لوجه الله تعالى وطلب من الله أن تكون زوجته في الآخرة رجي له ذلك من الله تعالى. لدرجة إيش؟ أن العبد قد يبلغ بالنية ما لم يبلغه بالعمل، قد يستطيع في الدنيا أن يتحصل على هذا بالعمل. فنية الإنسان هذا سبحان الله قد يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه ما نواه في الدنيا. كذلك الداعية قالوا إذا كانت نيته تدريس الناس وتعليم الناس ومنع من السلطات الجائرة والحاكم الظالم، هل له أجر؟ بيتك جالس تبي تدرس تبي تعظ الناس لكن رقاب عليك ممنوع، فهذا يؤجر. صور على النية وهو جالس في بيتي، وهو جالس في بيتي. فرب النية هذه سبحان الله الإنسان دائما ينوي الخير. كحديث الشيخ إذا مرض حكم إذا سافر حكم ومرض كتب له العمل ما كان يعمل صحيحا. إيه هذا ما فيش هذا في حالة أنه هو عنده عذر وكان يعمل من الصالح. لكن هنا نقصد أن النية مجرد نيتك أنت، ما كنتش حتى تعمل فيها نيتك الآن، أنت تبي تدرس القرآن تعلم الناس وما لم يسمح لك سبحان الله أنك تستطيع، أن الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا الأجر. وأن كنت كذلك من أراد أن ينال منصب في الدولة ليرفع به الظلم على الناس ويقيم به الحق ويحكم فيه بالعدل، ولكن ما استطاع لأن من المتسلقين لم يدعوا له طريق إلا قطعوه، ما يريد أهل الخير الوصول لهذه المناصب. فعلى النية هذه أنت نيتك، هو لا يجوز أصلا بداية طلب الإمارة تولي، لكن إذا فسد الزمان ولا يوجد خلاص أصبح الشر غالب فقد تتعين عليك زي ما طلبها سيدنا يوسف. فهنا الحاكم أو القاضي هذا حاول أن يصل لهذا المكان ليخفف الظلم على الناس، فمنع من ذلك لكثرة المتسلقين، فأنه يثاب على هذه النيات التي نواها. نعم. طيب نرجع لقاء قلنا القاعدة اللي هي إذا كان المقصد مخالف لمقصد الشرع فإن الإنسان يعاقب بنقيض ضده. كذلك دليل عليه هذه القاعدة احنا قلنا لا يرث القاتل حديث مسجد ضرار، أقاموا مسجد مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حرقه وهدمه، لماذا؟ لا للمقصد إيش؟ فعوقب بنقيض قصدهم. فهذا كان عمل مسجد، ولكن المسجد كان المقصود منه إيش؟
تفريق المسلمين وصف المسلمين، وليست جمع كلمة المسلمين على إمام واحد، إنما أرادوا أن يقيموا دولة داخل دولة. وهذه قصة معروفة كما ذكرها ابن كثير، أبو عامر الراهب اللي كان تنصر في الجاهلية، كان في المدينة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة، وجد في نفسه شيء أنه سلب منه الأضواء والأنظار، فذهب إلى كفار قريش وبدأ يحثهم على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم والقدوم إليه في المدينة وقتاله، وجاء معه وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض العلماء وابن كثير ذكر أنه هو من الناس الذين حفروا بعض الحفر اللي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رواعيته وشج رأسه. وكان دعا قومه في ذلك في غزوة أحد الأنصار أنهم ينفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم ويتركوه، إلا أنهم الأنصار سمعوه كلاما يعني كلاما شديدا، فقال والله أصابهم شر بعدي، ولحق فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعده ويموت بعيدا عن المدينة، فلحق بالروم وكتب إلى قومه أراد أن يعمل شيء في المدينة ليكاتبهم به، يكون لهم مقر في المدينة حتى يستطيع التواصل معهم، ويكون هذا بمثل المكان الذي تبدأ منه المجموعة هذه الخلية تعمل لهدم الإسلام. فأشار عليهم بفكرة أن يبنوا مسجدا، فظاهر المسجد هو الصلاة والدعوة إلى الله وكذا، فبنوا المسجد. وأرادوا هؤلاء المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه، هو كان ماشي لتبوك، فقال لهم الآن الأمر على عجلة، فإذا رجعت أصلي لكم فيه. فصرف الله سبحانه وتعالى نبيه عن الصلاة فيه حتى لا يقر، لأن لو صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مسجد مشروع. وعندما جاء قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بمرحلة يوم، جاءه الوحي سريعا، نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام يبلغه بما خطط له أعداء الله المنافقين، بما خطط له المنافقون ومن معهم في المدينة وخارج المدينة، بأن يتخذوا هذا المسجد ضرارا لدعوة إيش؟ لدعوتهم السرية، وأنهم المقصود به هو تفريق صف المسلمين وإنشاء دولة داخل دولة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقه وهدمه. فمن هنا أخذ العلماء أن الإنسان إذا كان قصده الشر يعامل بنقيض قصده، ولهذا حتى هنا في حديث لعن الله المحلل له، هو تزوج تلك المرأة ليحللها لقصده لغيره، فمنع المسلمون هذا الزواج، فلو حدث قالوا ببطلانه. وكذلك الرجل الذي يغبن أو يغري المرأة حتى تتطلق من زوجها، وهذا اليوم أصبح منتشر بالذين خصوصا النساء اللاتي يدخلن على الإنترنت ويشاركنا في التشات والفيسبوك، قد تجد من الذئاب البشرية من يصطاد تلك المرأة ويقنعها بأن تترك زوجها، فتطلب الخلعة والتطليقة من زوجها، ويقول يعدها بالزواج أحيانا أصحاب مال أو شيء، فيتزوجها بعد أن تطلق من زوجها. فهل إذا رفعت لك القضية جاء زوجها الأول وقال يا شيخ أنا هذه كانت زوجتي وما في ما أدري كيف دارت الأيام فطلبت الطلاق وضغطت علي فطلقتها، وإذ به تتزوج شخص آخر واكتشفت أن هو السبب، فما رأيك يا شيخ، هل تبطل العقد ترجعها لزوجها الأول ودو العقد صحيح طلقت وتزوج تقدم الرجل الثاني لأهلها وعقد ومهر وإجاب وقبول، ماذا تقول؟ أنت درست القواعد الفقهية الآن، عندك قاعدة ماذا تقول؟ من قصد الشر يعامل بنقيض قصده، ماذا نقول؟ وهو ليس منا من خطب امرأة على زوجها وعسيفا على أمرها. ولو أن هذا الحديث ضعيف وأخذ به عمر رضي الله، هو فعل عمر جاءته حادثة مثل هذه وحكم ببطلان الزواج، لكن عنده هو القاعدة هذه
يعني لو عندنا القاعدة، ما أنت ما تعرف هذا الحديث ولا أثر عمر بالقاعدة تستطيع الآن ولا هذا قصده الشر ولا الذي تزوج اللي خلى زوجة الأول تطلب الطلاق قصده شر، لدرجة أنه فتن بين الزوج وزوجته، فهذا يعامل بنقيض قصدي فتطلق ويحرم هذا الرجل من الزواج بها مدى أبدا. قصده الخير ها؟ شيخ بغيان حصل له فتوى يا شيخ، حصل له فتوى يا شيخ. لا كذلك الحديث الواردة احنا ذكرنا في هذه اللي يعامل بنقيض قصدي قصة الذين يصطادون في السبت، إن الله لعن اليهود حرم عليهم، إن الله حرم بيع الخمر الميتة والخمر والخنزير والأوثان، إن الله حرم على اليهود بيع الخمر بيع الميتة والخنزير والأوثان، فقالوا يا رسول الله فقالوا يا رسول الله الميتة، فقالوا الميتة نستبغ بها الجلود ونستصبح بها وندهن بها السفن، فقال لي لا هي حرام، إن الله لما حرم على اليهود بيع الميتة والخنزيرة والخمرة والأوثان جملوها فباعوها الشحوم، شحوم الميتة، لما حرم عليهم الميتة شن داروا؟ حرم عليهم الميتة فأخذوا الشحوم فجملوها أذابوها وباعوها، فقالوا يا رسول الله هذا الزيت اللي من الميتة من الشحوم نستصبح به وتدهن به السفن، قال لا هي حرام. فالمقصد هم استخدموا حيلة، لما حرم اللحم بيع اللحم والشحم حرام، الزيت هم أذابوه الشحم عشان أصبح شحم أصبح زيتا، فهذا نفس النقيض لأنك أنت استخدمت حيلة، زي قصة أصحاب السبت قال لك ما تصطاد يوم السبت فاصطادت يوم الأحد، أنت بالظاهر ليس مخالف للنص ولكن استخدمت حيلة إيش باطلة، ولهذا بيع العينة من هذا الباب، من هذا الباب استخدام الحيل الباطلة. طيب نكتفي بهذه الأمثلة. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.